إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، بمناسبة حلول الإجازة الصيفية، وهذه الإجازة كثيراً ما تحدثنا عنها في السنوات الماضية، فإن حسن الحديث في مثل هذه الأيام يكمن أن يكون عن صفة هي الغالبة على غالب كثير من الناس في هذه الإجازة، تلك الصفة الذميمة هي الكسل، والكسل الذي يرخي بذيوله على كثير من الشباب والشابات في هذه الإجازة. أقف معه وقفات مختصرة. الوقفة الأولى: الكسل عند الحكماء. يقول بعض الحكماء: من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة. وقال آخر: إذا أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب، يعني إذا أردت ألا تتعب في آخر حياتك فاتعب في أولها حتى لا يصيبك التعب والنصب في آخر حياتك. وهذا شيء مجرب. تصور لو أن الطالب في دراسته النظامية جد واجتهد من أول السنة، فإنه في نهاية السنة لا يحتاج إلى مفهم ولا إلى معلم ولا إلى درس خصوصي، كما هو الشأن في طالب العلم الشرعي. فإن طالب العلم الشرعي إذا استفاد من شبابه وجد واجتهد وترك المهاترات وترك اللغو والعبث من الكلام مما لا طائل من ورائه، بل إنه قد يجني من ورائه شرورا، فإنه إذا كبرت سنه وكثرت مشاغله وكثرت أسرته، فإنه حينها لا يجد صعوبة في تلقي أي معلومة ترد عليه في المستقبل. وعلى هذا فقس في كل شأن من شؤون الحياة. وقال آخر من الحكماء: إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على الحق. الوقفة الثانية: الكسل في الأعضاء وفي العقل. معلوم أن أي عضو أهمل وترك فإنه يبطل نفعه، وهذا شيء مشاهد في الواقع. يدك إن أهملتها عن حمل الأشياء الثقيلة فإنك حينها إذا أردت أن تحمل شيئاً لم تطاوعك يدك على حمله. وكذلك في كل عضو من أعضاء البدن، ولهذا بعض الرياضيين قد تكون له لياقة قوية عظيمة لكنه يهملها، فإذا كبرت سنه لا يستطيع أن يعود إلى حاله السابقة. وعلى هذا فقس. وكذلك الشأن
في كسل العقل، العقل يكسل. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن البحث في دقائق المسائل ومستعصياتها يفتق الذهن. فإذا كان عقل الإنسان وإذا كان ذهنه متقدا فإنه يصبح أكثر قبولا لأي معلومة ترد عليه. ولكن أيكسل العقل؟ نعم، إذا نحي عن التفكير فإنه يكون كسولا، وبقدر ما ينحى بقدر ما يكسل، وبقدر ما ينشط بقدر ما ينشط. الوقفة الثالثة: الكسل عند المنافقين ومن يشابههم من المسلمين في أمور الدين. وصفة الكسل في دين الله عز وجل واضحة في المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. كل الصلوات عندهم ثقيلة، لكن أثقل هذه الصلوات الفجر والعشاء. ثم إذا به صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى صنف آخر من المسلمين به صفة الكسل، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة، فيهم كسل وإن كانوا من المسلمين، لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما ينصح المسلم إذا قام إلى الصلاة ألا يقوم على هيئة الكسلان. لما؟ قال: لقوله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الوقفة الرابعة عن الكسل: الشيطان مع أهل الكسل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ولهذا ترى بعضا من الناس إذا قام من النوم كأن هموم الدنيا على رأسه، وسبب ذلك ناشئ من قلة ذكر الله عز وجل. الوقفة الخامسة: الكسل عند المتسولين. المتسولون لو قاموا بالأسباب الشرعية وبالأسباب الحسية فإن الله عز وجل سيغنيهم من فضله. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث الزبير رضي الله عنه: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يذهب فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الوقفة السادسة: الكسل عند الشعراء. يقول بعض الشعراء: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي والعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، أعمل العيسى على علاتها، إنما ينجح أصحاب العمل. وقال آخر: أطلب الخير ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وقال آخر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الكسل والعجز، والتفريق بينهما عند ابن القيم رحمه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه:
استعاذ بالله عز وجل من ثمانية أشياء جمعها في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ماذا قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد مفرقا بين العجز والكسل؟ قال رحمه الله: إن الكسل والعجز قرينان، كما أن البخل والجبن قرينان، وكما أن ضلع الدين وغلبة الرجال قرينان، وكذلك الهم والحزن قرينان، ثمانية أشياء. قال رحمه الله: إن تخلف كمال العبد وصلاحه إما أن يكون ناشئاً من عدم قدرته على فعله فهو العجز. قال: وإن كان قادراً عليه ولكنه لا يريده فهو الكسل. لما يأتي العجز والكسل قال: ينشأ من العجز والكسل أمران. ما هما؟ قال: يتعطل نفع بدنه ونفع ماله، فإن تعطل نفع بدنه فهو ماذا؟ الجبن، وإن تعطل نفع ماله فهو البخل. وإذا بخل وجبن قال: ينشأ من الجبن والبخل غلبتان، يغلب، تصيبه الغلبة، فإن أصيب بغلبة هي حق فهو ضلع الدين، وإن أصيب بغلبة هي باطل فإنه قهر الرجال. والذي يرد على القلب من المكروه إن كان على أمر ماضي فهو الحزن، وإن كان على أمر مستقبل فإنه هو الهم. ثم لو قال قائل: العجز ليس عندي فيه قدرة فهو خارج عن إرادتي، فيقول رحمه الله: لو أن العبد فعل الأسباب ثم بعدها لم يوفق إلى إصابة وفعل هذا الشيء فإن هذا الفعل منه هو سبب وقع في موقعه، فليقل بعدها: حسبي الله ونعم الوكيل. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم ماذا يقول: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. الكيس هو حذاقة الأمور، وهو أن يفعل الإنسان السبب، فإذا فعل السبب فإنه حينها يخرج من لوم الله عز وجل. هذا منتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا فاتك خير أو وقع بك شر فإنه ناشئ إما من عجز وهو عدم قدرتك على هذا الشيء، وإما ناشئ عن كسل فإنك قادر عليه لكنك لا تريده فهذا هو الكسل. وإذا عجزت وكسلت عطلت بدنك وهذا هو الجبن، وعطلت مالك وهذا هو البخل، وإذا جبنت وبخلت أصابتك غلبتان: إما غلبة حق وهذا هو الدين، وإما غلبة باطل وهذا هو قهر الرجال. وإذا قهرت فإن الهم والحزن يصيبك، وهذا الهم والحزن تكرهه النفوس، فإن كان هذا المكروه على أمر ماضي فهو الحزن، وإن كان على أمر مستقبل فهو الهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المهتدين المقتدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من خلال ما سبق نذكر بعض مضار الكسل. من أضرار الكسل استباحة أموال الناس بغير حق، وهذا ما يشاهد عند المتسولين، فإنهم أشغلوا الناس وأخذوا أموالهم، ثم هم أشغلوهم أيضا في مساجدهم
بتعطيلهم وبصرفه هممهم وأفهامهم وقلوبهم عن ذكر الله عز وجل. ولذا فإن مسألة الناس لأموالهم حرام على المسلم إلا عند الضرورة القصوى. ومن أضرار الكسل البعد عن ذكر الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة من أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول عن جلسته بعد صلاة الفجر، يقول: هي غدوتي، فإن تركتها خارت قواي. فالبعد عن ذكر الله سبب عظيم من أسباب الكسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتته ابنته فاطمة ليعطيها خادما يقوم على شؤون البيت، قال لها ولعلي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تقولان عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله ويقول غيره من العلماء، يقولون إن هذا الذكر الذي هو عند النوم يصلح لمن يمارس الأعمال الشاقة، فإنه إن قالها قبل نومه فاستيقظ في صباحه أعانته بإذن الله عز وجل على ما يصيبه من أعمال شاقة. ومن أضرار الكسل أنه مظهر من مظاهر تأخر الشعوب، بل يكون سبباً لإسقاط الشعوب. ونحن في مثل هذا الزمن وللأسف أصبح الكسل وارداً وطاماً وعاماً. ولذلك لا نقول لما تأخرنا، سبحان الله، يعني هذا السؤال لا يحتاج أن يسأل ولا يحتاج أن نسأل نحن أنفسنا هذا السؤال. الجواب واضح، يمكن يسأل هذا السؤال من ليس من بيننا، كان يقول: لماذا تأخرت الشعوب الإسلامية وبالأخص نحن في هذا المجتمع، لماذا تأخرنا؟ سبحان الله، إذا كان الشاب أو الشاب حتى الكبار وقعوا في مثل هذا الأمر، إذا كان جواله لا يسقط من يده ليل نهار صباح مساء فيما لا طائل من ورائه. أنا أجزم أن هناك شبابا في البيوت الآن نائمون ولم يستطع أهليهم أن يوقظوه. بسبب ماذا؟ بسبب السهر، سهر بالليل كله إلى الفجر أو إلى ما بعد الفجر، ثم نوم إلى المغرب أو إلى العشاء. فأين التقدم؟ أين النبوغ؟ هذا لا يمكن. ولذلك لا تفلح أمة من الأمم وهذا شأنها. الكسل إذا أصاب المجتمع يخشى عليه ليس من ضياع مصالحه الدنيوية فحسب، بل تذهب المصالح الدنيوية كلها إذا ترتب على هذا الكسل، كسل في طاعة الله عز وجل. إذا أضيعت الصلوات، إذا هجر القرآن، إذا ترك ذكر الله عز وجل، فكيف تبقى لنا هذه النعم؟ يعني ألم يرد في خاطر أحدكم؟ وأعرف أن من يسمعني يعاني، المعاناة للجميع، لأن هذا الجيل انفتحت عليه قنوات من المعلومات جارفة، فأصبح ولي الأسرة مبهوتا لأن الوضع تغير عنده ليس كالسابق. ولذلك هذا أيضا لا يعفينا من أن نتابع من في بيوتنا، لو تواصينا بهذا أنا وأنت وذاك والمجتمع بأسره، لأن الواحد منا لو أصلح أسرته وأصلحت أسرتك وأصلحت أسرتي وهكذا صلح المجتمع، لأن المجتمع ما أصله أسر. ولذلك ألم يخطر في بال أحدكم هذا السؤال: إلى متى تبقى هذه النعم التي بين أيدينا من نعمة الأمن ومن نعمة العيش والرخاء؟ إلى متى ونحن على ما نحن عليه مستمرون من الغفلة عن طاعة الله عز وجل؟ هذا سؤال لا بد أن يرد حتى لا يأتينا عذاب الله بغتة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القرآن ذكر قصصا من القصص السابقة، فإن عذاب الله عز وجل نازل لا محالة على من عصاه، فلنتق الله. لينظر الإنسان إلى ما يدور حوله في هذا المجتمع، وبكل صراحة أصرح، انظر إلى ماذا يحدث في اليمن من جهة الجنوب، إلى ماذا يحدث من جهة الشمال في العراق وفي سوريا، إلى ما يحدث في مصر، إلى ما يحدث في كل قطر من الأقطار التي هي حولنا. يعني
يعني إلى متى سنبقى على ما نحن عليه ولسنا بأولئك في طاعة الله عز وجل؟ لسنا بأولئك. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لا يظن أحد أن هذه النعم ستبقى مع هذه الغفلة. يعني لو أن الإنسان يسير على روتين مباح يوم أو يومين أو أسبوع لمل، فكيف نسأل الله العافية بروتين يعصى الله عز وجل فيه ليل نهار؟ يعني لما تخرج الآن من المسجد اذهب إلى بيتك، وكلنا ذلكم البيت، تجد أن الجميع مشتغل بجواله حتى في الولائم. طيب إلى متى؟ هل نفعت المسلمين بشيء؟ الجوالات الذكية التي لها الآن سنتان ماذا أحدثت فينا؟ ماذا أثمرت فينا من مصالح دينية أو دنيوية؟ والله ما أثمرت في غالبها إلا التشتت والفرقة والضياع وذهاب الحسنات والطعن في فلان وبهتان فلان وهكذا. إلى متى؟ أنا أخشى من أن تزول هذه النعمة. ثم بعدها انتبهوا، لابد أن يفكر الإنسان، نحن في بلدة صحراوية قاحلة، لو لم يكرمنا الله عز وجل بهذا البترول لهلكنا كما هلك آباؤنا وأجدادنا. ماذا لديك؟ قل لي بربك ماذا لديك؟ زراعة؟ أين هي؟ أمطار؟ أين هي؟ مقدرات أخرى؟ أين هي؟ هذا البترول لو جفت ينابيعه بأمر الله عز وجل كن فيكون فيجف، ثم ماذا يكون حال الناس؟ إلى أين يذهب الناس؟ ماذا يأكل الناس؟ ماذا يشرب الناس؟ حتى المياه تأتينا محلاة. الإنسان يتفطن، لابد أن يقف العاقل وقفة التأمل، ولابد أن نتواصى. وليس معنى هذا أنه كلام يسمع على المنبر ثم بعد ذلك ينسى، لا، لابد أن نتواصى فيما بيننا. لما تأتي ولائم، تأتي مناسبات بين أفراد أسرتك، يذكر هؤلاء الشباب حتى لو كانوا أطفالا. والله إن هؤلاء الأطفال ولو كانوا في المرحلة الابتدائية أو لم يدخلوها عندهم من الفهم ما ليس عند غيرهم، فلا بد أن يشاع مثل هذا الأمر. هؤلاء الشباب الآن يظنون أن هذه النعمة أتت بسلاسة هكذا، يظنون أنها ستبقى لأنهم لم يدركوا حقيقة ما هم فيه، ولم يدركوا ما أصاب أجدادهم من التعب والنصب. ضاعت أنساب بعض الأشخاص من أجل المعيشة، ذهب وخرج في زمن أجدادنا من أجل طلب المعيشة فنسي وانتهى. فالقضية والله قضية مهمة جدا يا أخوان، القضية لابد أن نتأمل فيها إلى متى وإلى متى وإلى متى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.